السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا بيتزا بالصومو فيمي ولي زيبينا. غادي نحتاجوا العجين البيتزا اللي حضرت معكم في الفيديو السابق، البيتزا اللي في الفيديو السابق اللي غادي تلقاو المقادير في صندوق الوصف. غادي نحتاجوا لا كريم فريش، القشده الطريه او هيفي ويب كريم. غادي نحتاجوا التشيز موتزاريلا او جبنه الموتزاريلا. غادي نحتاجوا الصومون فيمي او السلمون المدخن. غادي نحتاجوا لي فوي دي زيبينار ولا سبانخ هكا اوراق. على بركه الله غادي نبداو. غناخذوا المول او صينيه ديال البيتزا اللي كتكون مدهونه شويه بالزيت. غادي ناخذوا العجين ديالنا اللي ها هو راه ديجا مختمر. غادي نحطو على الطريقه وغادي نكرصوا لاباط ديالنا مزيان هكا. احسن حاجه هو نكرصوا غير بيدينا بلا ما نحتاجوا نديروا الرولو او المدلك هكا. غادي نبقى تنسرحها على لاباط ديالي كلها وما ننساش العجين نجرها حتى للجناب. دابا غادي ناخذوا لا كريم فريش او القشده الطريه، غادي نديروها هكا فوق من العجين او لاباط على هذه الطريقه. غادي نسرحها شويه. وعلى بالنسبه لا كريم فريش، شوفوا كل واحد يدير اللي عنده لا كريم فريش شويه ثقيله تكون مزيانه. انا هذه اللي عندي متواجده دابا في البيت غادي نديرها. ديما حاولوا تقضيو باللي كاين في البيت، ما تقولوش لا هذه ما كايناش نعكزو ما نصوبوش الحاجه. ديما اللي في البيت تقضيو به. غادي نسرح هكا على هذه الطريقه. غادي نزيد شويه، هذه البلاصه باقا فارغه. خصني نجي لا كريم في لاباط كلها. مازال غادي نزيد واحد شويه هنا. من بعد غادي ناخذ لي زيبينار، غادي نسرحهم هكذا الوريقات لي زيبينار على العجين كلها. ورا السبانخ او لي زيبينار راه مهمين بزاف للصحه، واخا ما كيبغيوش الوليدات ياكلوهم هكا ملي كندخلوهم في لي بيتزا وفي لي بات وداكشي راه كيتكالو. كنعمر كلشي، غنزيد شويه د لا كريم هنا، بقات البان لي هاد البلاصه باقيه خاويه شويه. وغادي نكمل تنعمر كاع البيتزا ديالنا كلها بلي زيبينا. من بعد غادي ناخذ سومون فيمي او سلمون مدخن، غنوضعو حتى هو الفوق على هاد الطريقه. نحاول اننا نسرحو كلشي للصومو ديالنا فوق البيتزا باش فوق ما قطعنا شي طرف، غيكون فيه كلشي لي زيبينا وغيكون فيه الصومو هكا. هنا باش نستعمل اليدين بجوج هكا. هاو هنا عمرنا كاع الاماكن. باقي شويه نخاوي. وغادي ناخذوا الموتزاريلا اللي هكا طريفات، من الاحسن ما نديروش موتزاريلا غابي او مبشوره، من الاحسن نديروها هكا طراف. وبيان سيغ الفرن غنكون شعلتو كيسخن على درجة ما بين 180 درجة هكاك على هاد الطريقة. تنعمرو البيتزا ديالنا كلها، غنديرو هاد الطريفات الوسط صافي. ودابا غندير البيتزا ديالي في الفرن ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله فاش طيب. هاني خرجت البيتزا ديالي من الفرن، شوفوا كيفاش كتجي. راه كتجي لذيذة بزاف وانا متأكدة انها غادي تعجبكم، لانها كتجي مغايرة على البيتزا العادية بلا صوص طوماط ولا كارنيتور اللي كنبغيو. اذا الى عجبكم الفيديو اليوم ديروا بارتاج شير ولايك، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.